أسئلة إن دلت على شيء فإنما تدل على التطرف لا أكثر. وكأن المراد مني أن أكون متطرفا إلى أقصى جانب حرب ابن تيمية ومن ينعتون أنفسهم بالسلفية، أو أن أكون متطرفا إلى أقصى الطرف المحارب للتصوف وما إلى ذلك. يا أخي، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. أنا لست لا من هذا القبيل ولا من ذاك. من قال هذا؟ التكفير ابن تيمية شيء وتخطيئته شيء آخر يا عمي. أما أن أكفر فلا والله، لم يتحرك لساني بتكفير ابن تيمية العالم الذي أفاد المسلمين فوائد كثيرة جلة بشكل من الأشكال. وأما أن أرفعه إلى درجة العصمة عن الخطأ أيضا لا أفعل ذلك. ما منا إلا من رد ورد عليه. لو قيل ابن تيمية، نعم، ابن تيمية رجل عالم، رجل مجتهد، على الرغم من أننا نخالفه في بعض اجتهاداته، وكتبت أنا مخالفاتي له، نعم، لكنني لست من المتطرفين، لا من المكفرين، لا من المبدعين، نعم، أحدهم كاد أن يكفرني لأنني كتبت في بعض ما ألفته، نعم، ابن تيمية رحمه الله، لأنني قلت رحمه الله كاد أن يكفرني، ولعله كفرني أيضا، نعم، قال لأنه لازم ما أقول رحمه الله، ليش يا عمي قال؟ ابن تيمية رجل عالم ورجل مجتهد، وإن كان حنبليا مثلا، لكنه في اجتهادنا أخطأ في بعض الأمور، ونسأل الله سبحانه وتعالى إن كان اجتهادنا صحيحا في أنه أخطأ أن يعفو عنه، نعم، وهذا ما نعرف. نعم، من أبرز ما نقول إنه أخطأ في قوله بأن زيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم بدعة، يعني نزور مسجده ثم نزور قبره تبعا، لكن النية لازم تكون متجهة إلى زيارة المسجد. وأنا ناقشت هذا الكلام في آخر كتابي فقه السيرة، لكن هو عالم، هو ذكر، قال لا نكفر.